بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة من يوميات أبو أيمن وأم الخير. إذا كنتم من المتابعين الجدد وأعجبتكم القناة، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. حبايبنا، موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن نبات القطب الشائك، أقوى عشب لمعالجة العقم عند الرجل والمرأة وعلاقتهما ببعض. وكما ستلاحظون أن بعض الكلمات المباشرة استبدلناها بكلمات بالإيحاء لأنها محظورة. يعرف القطب الشائك بعدد كبير من الأسماء المحلية المختلفة حسب البلدان والمناطق، وحتى لا نطيل عليكم سنعرضها لكم على الشاشة. القطب الشائك نبتة عشبية حولية زاحفة لا يتعدى طولها 30 سنتيمتر، تنتمي إلى الفصيلة الرطراطية ذات أوراق خضراء لامعة مركبة ريشية أشبه ما تكون بأوراق البرسيم. أما أزهار القطب الشائك فصفراء تتحول بعد جفافها إلى ثمرة تسمى حسكة قاسية كروية الشكل، تحيطها نتوءات شوكية يبلغ قطرها نحو سنتيمتر واحد، ينبثق عنها بذور برؤوس شوكية حادة. نبات القطب الشائك استوائي حولي سطحي، أغصانه طويلة تتمدد على الأرض في كل الاتجاهات، له أوراق خضراء يعلوها زغب، وكل ورقة تحتوي على 7 أزواج من الوريقات، وأزهاره صفراء تتكون من 5 بتلات، ينبت في شهر أبريل ويزهر في الصيف ويعطي ثمارا تنفلق وتعلق بصوف الغنم وبالأرجل الحافية مسببة الألم نتيجة الوخز. يستعمل النبات بعد اكتماله وحتى يصير جافا، ولا تقطع بذوره وهي خضراء بل تؤخذ بعض نضوجها بالكامل. عندما ترى المواشي في المراعي هذا النبات تفضله على غيره، لأن تأثيره يظهر جليا واضحا على أدائها، لذلك هي تفضله عن غيره. ويلاحظ أن حليب المواشي التي ترعى في هذا النبات يكون أقوى مصادر القوة الجسدية من كل النواحي. طبعا معروف ماذا نقصد بكل النواحي. يحتوي القطب الشائك على صابونيات الاستربيول، ويستخدم من هذا النبات جميع أجزاؤه. واستعمل الإنسان القطب الشائك منذ آلاف السنين في آسيا بصفة عامة وخصوصا في الهند، فثماره استعملت لعلاج العقم والضعف ما بين الرجل والمرأة، كما أن للقطب خاصيات أخرى منها حماية الشرايين من التصلب واحتوائه على مواد تخفض ضغط الدم وتحمي القلب من الذبحة الصدرية، كما أنه يساعد على علاج العضلات، وقد استعمله الرياضيون لهذا الغرض. ثبت من خلال تجارب مخبرية أن القطب يرفع من عدد مولدات الحياة عند الرجل وتصبح أكثر فعالية ونشاطا، ويعتبر القطب منشط للزوجين معا، كما يساهم في علاج بعض أنواع العقم لدى النساء الناتج عن عدم سقوط البويضة في الرحم، وزيادة أعداد مولدات الحياة زيادة بالغة عند الرجال، ويعمل أيضا على زيادة عدد الخلايا الأم المنتجة لها، مما يعطي أملا جديدا لمن يعاني قلة عددها المولدة للسائل، وإطالة نوم الزوجين معا، وبعض الإيجابيات التي يبحث عنها الزوجان. وسبب ذلك قدرة هذا النبات العجيب على زيادة إفراز هرمون التستوستيرون، وذلك من خلال زيادة هرمون الاستراديول في الدم. وقد أكدت إحدى الدراسات أن نبات القطب الشائك مولد للهرمونات الأنثوية والذكورية، خاصة هرمون الاستروجين، لذلك يحسن من الخصوبة عند السيدات ويعزز عمل المبايض، ويعمل على إنتاج بويضات صالحة للإنجاب، ويقي من الأعراض المصاحبة لارتفاع الهرمونات التي تسبب الهبات الساخنة، كما في أعراض سن اليأس. ومفيد أيضا لكبار السن من الرجال، لأنه يخفض من أعراض الأندروبوز المماثل لسن اليأس عند المرأة. وأهم دراسة تمت على هذه النبتة كانت في بلغاريا، والتي أكدت على أن النبتة تزيد من نسبة هرمون التبويض، لأن المستويات المنخفضة من هذا الهرمون تسبب العقم، لأنها تحد من الإباضة لدى النساء ومن إنتاج مولدات الحياة لدى الرجال بنسبة 82%، ويزيد من نسبة هرمون التستوستيرون الحر في الدم بنسبة 71%، وذلك في الرجال ذوي الحالة الصحية الجيدة في خلال مدة 5 أيام فقط
من تناول العشبة، وتم استخدامه منذ القدم لعلاج كثير من الحالات المرضية، مثل استخدامه كمدر للبول ومعالجة اضطرابات المزاج العام ومعالجة مشاكل الكبد والكلى والجهاز الدوري للقلب، ويعالج أيضا النزيف بعد الولادة ورعاف الأنف، وأيضا لعلاج النزيف الداخلي في المعدة والأمعاء ومضاد للالتهابات ولعلاج الآلام الروماتيزمية، ويستعمل أيضا في علاج نسبة الكوليسترول المرتفع في الدم وخفض ضغط الدم المرتفع ولزيادة قوة عضلة القلب، وتقلل من احتجاز السوائل داخل الجسم وتمنع تكون الحصوات داخل الجهاز البولي، وتحسن صورة كريات الدم الحمراء والبيضاء معا، وضد الملاريا والفطريات. وقد استعملت في تشكيل الجسم الرياضي وزيادة كفاءة الأداء الرياضي أو رياضة كمال الأجسام، وأصبح له شعبية وسيط مرتفع بين الرياضيين في زيادة قيمة الأداء الرياضي لهم، فهو يحسن من كفاءة العضلات في الأداء الرياضي لكي يصل إلى مستويات قياسية. أيضا يستعمل لعلاج اضطرابات المزاج لدى المدخنين بسبب الإقلاع عن التدخين، وذلك بعمل شاي من هذا النبات وشربه بصفة منتظمة. أما الآثار الجانبية فهي عدم استخدام نبات القطب الشائك أكثر من 4 أسابيع متواصلة، وأكثر مدة التي يوصى بها لاستخدام العشبة هي 3 أشهر، وأيضا يحذر من استخدامه من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال. وكذلك المرضى الذين يتناولون أي أدوية أو علاجات ضد أنواع من السرطانات مثل سرطان الثدي أو البروستات. أما طريقة الاستخدام، يمكن تناول من 100 إلى 250 ميلي جرام، أي بحدود ربع جرام من مطحون القطب الشائك مع الوجبات 3 كل يوم، ولا تزيد المدة عن شهر، وذلك علاج ضعف العلاقة ما بين الزوجين، أو ينقع نصف ملعقة صغيرة يعني حوالي 3 جرام من مطحون الجذور في كأس ماء مغلي أو كأس حليب ساخن لمدة 1/3 ساعة، ثم يصفى ويشرب كأس قبل النوم كل يوم لمدة 2 أسبوع. ودعواتنا للجميع بالصحة وراحة البال، نعتز بوجودكم وبرأيكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعرف القطب الشائك بعدد كبير من الأسماء المحلية المختلفة حسب البلدان والمناطق، وحتى لا نطيل عليكم سنعرضها لكم على الشاشة. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.